انا وصغير كنت دايما نحب الحقوق وهيك دخل بالسياسه واهلي اثنين منهم دارسين حقوق طبعا ساعدوني بهالقصة شغله اول شيء كانت شوي صعبه لانه ما كنت بعرف حدا بالبلد بس بعدين تعودت صار عندي اصحاب هنيك وانا كنت عايشه بقلب الجامعه يعني كان كثير هين امشي على الصفوف وهيك ولا كثير انبسطت ما كانت كثير صعبه انه تعودت على العيشه لوحدي برات بلدي بس عم مثل بلدي و صعب الحياة برات لبنان بس بتعود بسرعة وأنا معود أعيش برات بلدي وأحكي عن بلدي إنه ده الشغلة ضرورية إذا كلنا بنضلنا بنفس البلد بالآخر ما حدا بيعرف شي عنا لازم نحكي الناس بلدنا أنا اللي بعرفه عن الكويت إنه هو بلد إنسانية وبيحب السلام وبيحب الضيافة مالت أختي لاحظنا بتحبوا كتير لبنانية و في كتير مطاعم لبنانية هون وإحنا سمعنا الأكل طيب هون كمان وحنحب ناكل كتير العيال.